باتت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة شبه يومية، بل وتأخذ منحا تصعيديا دلالته قصف منشآت مدنية بعدما كانت الغارات تقتصر على مواقع عسكرية للفصائل الفلسطينية. ومع جملة التهديدات الإسرائيلية بتصفية الحساب مع حركة حماس التي تتهمها إسرائيل بأنها وراء اختفاء 3 مستوطنين في الضفة الغربية، يساور القلق سكان القطاع من اقتراب موعد مواجهة جديدة واسعة مع إسرائيل. هناك نوايا عدوانية صحيح ضد قطاع غزة، إسرائيل ستستخدم هذه العملية كمبرر لتنفيذ هذا العدوان، هناك بنية تحتية، صواريخ للمقاومة، ستعتبر إسرائيل أن هناك فرصة مواتية لضربها، وكل ليلة هي تضرب ربما هذه الأماكن. أنا أظن أنه الأهم بالنسبة لإسرائيل أنها تنتظر نتائج عملية الخليل التي تحدد بداية العملية في قطاع غزة لتعرف بالضبط ضد من تضرب. حماس التي لم تؤكد أو تنفي الاتهامات الإسرائيلية لها حتى اليوم، بدأ قادتها يتخذون إجراءات استثنائية تقلل من ظهورهم العلني خشية استهدافهم في عمليات اغتيال، وتم إخلاء معظم المواقع الأمنية والعسكرية التابعة للحركة. نحن نؤكد بأن المقاومة جاهزة للدفاع عن شعبنا بكل وسائل متاحة، وإن أرادها العدو الصهيوني حربا واسعة فسنواجه قدرنا وسندافع عن شعبنا وسنلقن العدو الصهيوني الدروس القاسية والمؤلمة بما نملك من إمكانات محدودة، لكن لن يرى العدو الصهيوني منا أي استسلام. ولعل قرار السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن لطلب الحماية للفلسطينيين يعكس حجم التخوف من خطوات إسرائيلية قادمة. هدوء، توتر أم تصعيد؟ هذا ما يشغل بال الفلسطينيين في القطاع حول مآلات الأوضاع الميدانية. أما الإجابة فيصعب التنبؤ بها في منطقة طبيعتها الأمنية أشبه برمال متحركة. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.